عدى عليا مدربين كتير يعني حبيتهم وعلى تواصل معاهم لحد دلوقتي، فرقت معايا في خبرتي وفي شخصيتي كتير زي جدا. مين بقى؟ زي مين المدربين دايما اللي تفتكرهم بالخير اشتغلوا معاك؟ والله كابتن سيد عيد في النصر حاجه طبعا محترمه، كابتن حسام حسن طبعا يعني مش انا اللي اتكلم عليه، كان سبب كبير قوي في ان انا اغير حياتي ان انا اطلع ارجع تاني. كنت بتقولي قبل ما تخشوا احنا بندردش كابتن حسام حسن لما كنتوا تنزلوا تلعبوا اهلي او زمالك كان ليه قصه كده بيتكلم معاكم في المحاضره، تعالى نقولها للناس برضه عشان انا انبسطت بيها قوي وفرصه الناس كمان تسمع. يعني كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن فيهم ميزه حلوه جدا ان هم يعني بلغتنا كده هم ما بيشوفوش حد، هم رقم واحد، هم لازم يكسبوا، هم لازم دايما يبقوا احسن من اي حد. فهو كان في المحاضره لما بنكون بنلعب اهلي او زمالك اقل حاجه كان يدخل علينا مثلا يبدا المحاضره كده يقول لنا لعيبه الاهلي دي كلها اصحابكم، بتروحوا تخرجوا معاهم وبتقعدوا معاهم، كانوا بيلعبوا معاك واللي كان بيلعب معاك في انبي واللي كان بيلعب معاك في بتروجيت والمصري، فليه تخافوا منهم؟ عشان خاطر تيشيرت النادي الاهلي؟ طب ما انت ممكن بكره تروح النادي الاهلي تلعب تبقى معاهم. كان بيخلينا نازلين الماتش شايفين نفسنا ان احنا يعني احسن من الاهلي. وفعلا كان بيحصل، يعني انا في السنه بتاعت المصري دي مع كابتن حسام حسن انا كسبان الاهلي مرتين والزمالك كسبته مره وهو كسبني مره. ف يعني دي كانت ميزه بيخليك لا طبعا كابتن حسام حسن طبعا بجانب الامور الفنيه غير طبعا بجانب الناس الامور. تحدث عن حسام حسن انه هو بس الروح والحماس ما يعرفوش انه في تفاصيل فنيه كمان. لا لا في تفاصيل كتيره جدا، كان حسام حسن بيشتغل وبنقعد ومحاضرات وبنشوف الفرق وبنذاكرها كويس.